بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أمسية جديدة من أمسيات أوفيس 365 سوهاج. نقطف من كل بستان زهرة ونلتقي ونبحر في تطبيقات أوفيس الرائعة مع فريق المبدعين، فريق أوفيس 365 سوهاج، واستكمال مبادرة ديسمبر 2020، ونبدأ في اليوم السابع على التوالي وتطبيق جميل وهو تطبيق قيزلة. ده طبعا شكل الايكون بتاع التطبيق. يفخر فريق اوفيس 365 سوهاج بانه كان له السبق في عمل اول دليل ارشادي مصري لتطبيق قيزلة، كما انه من اوائل من قاموا بعمل فيديوهات شرح للتطبيق، وتم رفع شروحات التطبيق على قناة الفريق عقب ظهور التطبيق للنور مباشرة. بإذن الله فريق العمل اليوم أستاذة أسماء عبد الرؤوف، ومعكم ميسة حسن عبد العزيز، أستاذة نهى صابر، أستاذة نجوى مختار. أحب أشكر فريق العمل على المجهود اللي عملوه الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. هنتعرف النهاردة بإذن الله على تعريف التطبيق، استخدامه، أهميته، كيفية تحميل التطبيق، التعرف على الواجهة الرئيسية للبرنامج، كيفية إنشاء جروب من خلال قائمة جروب أو قائمة شات أو قائمة الصفحة الرئيسية، إزاي أقدر أعمل مشاركة للملفات والصور وحاجات تانية في التطبيق، كيفية عمل جروب فرعي لجروب أصلي، كيفية إرسال دعوة للانضمام للجروب، إعدادات تطبيق قيزلة. تطبيق قيزلة هو عبارة عن منصة اتصالات يمكن من خلاله إجراء العديد من الاتصالات بطريقة آمنة. من خلال هذه المنصة يمكن للشركة إضافة كافة الموظفين وتحقيق التواصل بينهم. يمكن للموظفين والشركة استخدام المنصة لعمل استبيانات لرصد آراء العاملين في المؤسسة أو مشاركة المستندات والملفات والصور ومقاطع الفيديو. المنصة بتدعم شبكات الجيل الثاني، ودي طبعا لسه منتشرة في أغلب الموبايلات وأغلب الدول، كما تدعم أيضا وضع غير متصل بالإنترنت. أيضا نستطيع إدارة أعمال عدد غير محدود من المستخدمين والتواصل معهم، بس المعلومات وجمعها بطريقة منظمة من خلال بطاقات. يتميز تطبيق قيزلة بإمكانية تسجيل المستخدم الجديد من خلال رقم الهاتف فقط، وده طبعا بيديله بساطة ومرونة وسهولة ان انا مش محتاجة التعقيدات في باقي الحسابات. كما تم تحسين التطبيق ليعمل على اي شبكة محمول. طبعا من خلال تطبيق قيزلة اقدر اعمل شير لوكيشن او مشاركة الموقع، وأقدر أعمل مشاركة صورة مع الموقع، إدارة مشاركة المرفقات بسرعة وسهولة تامة، طبعا مش بيحتاج أي خادم للتواصل. برنامج سهل الاستخدام، من خلاله أقدر أستغنى عن أكتر من تطبيق من تطبيقات أوفيس زي تطبيق تودو، تطبيق فورم، وتطبيق سكايب. نستطيع التعامل معه من خلال ثلاث طرق. أولا الواجهة الرئيسية لمنصة البرنامج، ممكن من خلال واجهة أوفيس 365، ثالثا من خلال الموبايل، ده طبعا بيديله سهولة الاستخدام وأكتر مرونة. استخدام تطبيق قيزلة أقدر من خلاله أعمل اختبارات للتلاميذ، أعمل استبيانات واستطلاع سريع للرأي، أقدر أعمل مجموعات للطلاب وأيضا لأولياء الأمور، وممكن إدارة المدرسة تعمل أي شغل خاص بالعملية التعليمية، ومن خلاله أقدر أرسل مهام وواجبات للتلاميذ. طبعا هنبدأ اللقاء النهاردة بالتعرف على كيفية تسجيل الدخول للتطبيق، لأن هو اوريدي بيبقى موجود وأنا بعمل تسجيل دخول، سواء من خلال الموبايل أو من خلال واجهة أوفيس 365، وإن شاء الله هيكون مع الأستاذة نجوى مختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تعرفنا كده الصوت واضح؟ تمام، اتفضلي يا استاذة. بعد ما تعرفنا على تطبيق قيزلة وعرفنا أهميته واستخداماته من استاذة ميسة،
تعالوا نتعرف مع بعض على طريقة تثبيت التطبيق وفتحه. عشان نفتح تطبيق كايزالا في 3 طرق لفتح التطبيق. قلنا ان احنا هنحمل تطبيق كايزالا، معانا 3 طرق عشان نحمل بيهم تطبيق كايزالا. اول طريقة من خلال ايميل اوفيس 365. نفتح الايميل الخاص بنا بالطريقة المعتادة اللي احنا عارفينها. هقولها بسرعة عشان لو في حد ما كانش بيفتح ايميله قبل كده ونسي الطريقة. ان احنا نفتح صفحة جوجل زي كده اهو، ونعمل تسجيل الدخول على ايميل اوفيس 365. هتفتح معانا الايميل، الواجهة الرئيسية لايميل اوفيس. من خلال الواجهة هنختار التطبيقات او اللي هما 6 نقاط على جنب دول، هندور فيهم على تطبيق كايزالا. هو عبارة عن دايرة اللي هو علامة صح، فما لقيناهاش في التطبيقات المعروضة ممكن نضغط على كل التطبيقات وندور عليه. اهو هو بالشكل ده، دايرة اللي هو علامة صح. هيتفتح معانا ايميل كايزالا تطبيق كايزالا بالشكل ده. اول حاجة بيطلبها منك انك انت تسجل المنطقة او البلد اللي انت فيها. نختار مصر بالواجهة البدائية بتاعة التطبيق، وبعدين سجل رقم تليفونك. هسجل رقم تليفوني اهو. نضغط نكس. على التليفون هيبعت لك كود للتأكيد، هتاخد الكود وتحطه هنا في نفس المربع. نعمل فيريفاي أو تأكيد. هتفتح قدامك الشاشة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية للتطبيق. كده يبقى أنت عندك حساب أو عندك يعني إيه تطبيق خاص بيك اللي هو كايزالا، مايكروسوفت كايزالا على على الكمبيوتر أو على اللابتوب. دي طريقة. الطريقة التانية إن إحنا من صفحة جوجل برضو هنكتب كايزالا ويب. كده اهو هنختار كايزالا ويب. نفس الكلام هنختار هنا البلد في المربع الاول، المربع الثاني هنكتب رقم التليفون. نفس الحكايه هيبعت لك كود وهتاكد بيه التطبيق بتاعك. ده الطريقه الثانيه دي من على الكمبيوتر او اللابتوب. الطريقه الثالثه اللي هي على الموبايل. هنشوف ازاي نحمل كايزالا على الموبايل. هنروح على متجر، هنكتب في السيرش كايزالا، هنختار احنا قلنا هي عبارة عن دايرة جواها علامة الساعة عشان تحفظ الشكل بتاعها. انا عشان محملاها فظهر عندي كلمة فاتح. هنفتح على طول كايزالا. هو عموما هتلاقي نفس الشاشة اللي هي كانت على اللابتوب من شوية. هو أول مربع سجل فيه البلد، والمربع التاني سجل فيه رقم التليفون، وهيديك كود هو هيثبته تلقائي من نفسه عشان هو نفس الموبايل نفس الرقم اللي انت سجلت منه. وبكده يبقى عندك حساب برضو للكيزال على الموبايل. كده احنا عرفنا 3 طرق لتحميل برنامج كايزالا، يا اما من واجهة ايميل اوفيس 365، يا اما من صفحة جوجل نكتب كايزالا ويب، يا اما تحميله على الموبايل. وال3 طرق كلهم اسهل من بعض. وكده بالتحميل ده هيكون معاك برنامج او تطبيق كايزالا على الموبايل او على اللابتوب او على الجهاز بتاعك.
شكرا، اتمنى اني اكون اخذتكم، واسيبكم مع الاستاذه اسماء تكمل معاكم بقيه الشهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. اكمل انا ميسه معاكم التعرف على الواجهه الرئيسيه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هي الواجهه الرئيسيه لقيزله. دخلت عليها ازاي؟ ده طبعا تشيك اوفيس 365. بفتح الحساب، بضغط هنا على التطبيقات وبختار كايزلا. مجرد ما بفتح التطبيق، طبعا احنا خلاص اوريدي عملنا الاكونت، فتحنا بالبيانات الخاصة بينا، فتحت معانا الواجهة الرئيسية. هنتعرف على التابات الرئيسية على تطبيق كايزلا. اول حاجة عندنا على ايدك الشمال قائمة هوم. ايه اللي موجود في القائمة دي؟ اول حاجة هنا الجروبات اللي انت موجود فيها بالفعل. طيب لو ضغطت على view all هتظهر كل الجروبات اللي انت مشترك فيها سواء ادمن او عضو. تمام، تظهر اكتر من كل الجروبات اللي انت موجود فيها. نرجع تاني لقائمة هوم نكمل التبات، لان هو حولني مباشرة لقائمة جروب مجرد ما بضغطت على كلمة your kaizala group. الجزئية التانية هنا دي جروبات موجودة بالفعل تبع اوفيس 365. انا ممكن ادخل على اي جروب منهم وابدأ اكريت جروب جديد واستخدم الاعضاء اللي موجودة. يبقى ايه الفرق بين الاتنين؟ هنا ببدأ انشئ جروب عادي جدا وبحط الاعضاء، لكن لو دخلت على الجروبات دي بتبقى مثلا دخلت على كلمة first group نشوف في اعضاء. مثلا هنا ادي مجموعة اعضاء، ممكن اختار منهم مثلا كام اسم واحذف بعض الشخصيات حسب الرغبة. في الاخر بضغط على كلمة كرييت، كده انا بنشئ جروب. طبعا احنا لما نيجي التابة بتاعت كرييت جروب هنتكلم عنها في التفصيل، بس احنا حبينا ننوه على طريقة انشاء الجروب من قائمة هوم الطريقة دي. طبعا بمنتهى البساطة احنا قلنا ان التطبيق ده بسيط جدا وسهل الاستخدام، مفيهوش اي تعقيدات. نرجع تاني لقائمة هوم. طبعا لو ضغطت على كلمة view all هتظهر كل الجروبات اللي موجودة تبع اوفيس 365. ايه تاني عندنا في قائمة هوم؟ عندنا هنا quick links او روابط سريعة. ممكن اعمل invite او دعوة للناس تانية انا عايزة اخليهم ينضموا الى كايزلا من خلال الايميل، بيظهر الشكل ده، وبكتب هنا بس الايميل وبكتب هنا عنوان الموضوع رسالة، وبتظهر لهم رسالة بالشكل ده. طبعا هنا في كيو ار كود او بيضغطوا على الصورة بيحملوا التطبيق ويبدأوا التسجيل مباشرة في كايزلا. طيب ايه كمان عندنا في الكويك لينكس او الروابط السريعة؟ عندنا كرييت جروب، وهي طريقة تانية برضو، يعني مكان تاني اقدر اكريت منه الجروب. لو ضغطت هنا هكتب كرييت جروب بمنتهى البساطة، هسميه مثلا سوهاج واقول له كرييت. هتلاقي بمنتهى البساطة خلاص كده الجروب اتكريت، هيظهر اسم حضرتك كأدمن، ولسه بعد كده ممكن تضيف اعضاء تاني. نرجع تاني لقائمة هوم عشان نكمل التبات اللي فيها. هنا add users in bulk، دي بضيف مجموعة مستخدمين كتير من خلال ملف CSV او ملف يشبه الاكسل، واقدر اضيفهم للحساب او الاكونت الخاص بيا على تطبيق كايزلا. ايه كمان هنا عندنا new kaizala action، ودي عبارة عن مجموعة الاجراءات اللي انا ممكن اعملها في كايزلا، وهنتعرف عليها بالتفصيل في التابة بتاعت action. اقدر اكريت اكشن او اقدر اعمل امبورت او استيراد للاكشن اللي انا عايز اعمله. قائمة هوم فيها حاجات جميلة جدا تاني، زي ايه؟ هنا عندنا مجموعة فيديوهات جميلة جدا بتشرح فيها كل حاجة خاصة بالتطبيق، بدل ما انا ادخل على اليوتيوب وادور على حاجات تبع كايزلا، هو التطبيق نفسه منزل لك بعض الفيديوهات كجايد او دليل ليك ان انت تتعرف على التطبيق بمنتهى البساطة.
أخيرا هنا بنلاقي ريد مور، عبارة عن مجموعة مقالات ممكن تدخل حضرتك تقرأ أي واحدة فيهم عن تطبيق كايزالا لو عايز تتعرف على التطبيق بطريقة أكثر تفصيل. ده كل ما يخص قائمة هوم. نيجي للتابة التانية اللي هي تابة جروبس، طبعا حضراتكم لاحظتوا وأنا على قائمة هوم كل ما بتحرك بيحولني لقائمة جروب. طيب ادي قائمة جروب نتعرف عليها بالتفصيل. اول حاجة من فوق خالص ممكن اعمل سيرش او بحث، بختار هنا انا عايزة اعمل سيرش على جروب ولا يوزر او مستخدم. مجرد ما بختار مثلا هنا يوزر وبكتب الاسم وبعمل عليه سيرش، ونفس الكلام بالنسبة للجروب. هنا بيقول لك معلومة ان في الاول كانت الجروبات البابليك، كان اسمها الجروبات العامة كان اسمها بابليك وتغير الاسم وبقى اسمه برودكاست او جروبات دعائية او اعلانية او خاصة بالمهام التجارية. تنقسم الجروبات هنا، عندك هنا طبعا كويك تور عبارة عن جولة سريعة، هتضغط عليها هيديلك مجموعة بيانات زي برضو جايد عشان يعرفك اكتر ايه اللي ممكن تعمله لو انت حابب تشتغل على الجروبس، ازاي تنشئ جروب. نيجي للتابة اللي بعد كده بيقول لك ان الجروبات بتنقسم هنا لنوعين، يا اما organization يا اما private. احنا كده اوريدي واقفين على الorganization، هدخل على القائمة دي. هنا عندك create group، يعني احنا لما كنا على قائمة هوم كان ممكن اقدر اكريت الجروب باكتر من طريقة، لما انا دخلت على قائمة جروب برضو في اكتر من طريقة اكريت منها الجروب، بس هنا طريقة اكتر تفصيلا وفي اكتر في variety في الاوبشن اللي انا هشتغل عليها. يعني مثلا هنا لو ضغطت على كلمة create group اختار اول واحدة اللي هي create group، ودي ابسط طريقة زي ما شرحنا من دقايق، بكتب اسم الجروب واقول له كرييت وخلاص كده انشأت جروب جديد بمنتهى البساطة. طب برضو من نفس التابة بتاعت كرييت جروب لو ضغطت عليها ممكن اعمل كرييت برودكاست جروب. لو ضغطت عليها دي بيقول لك ان انت لما بتعمل البرودكاست ده الجروبات دي بتبقى فيه ثلاث انواع، يا اما بتبقى ادمن يا اما بتبقى ممبرز يا اما سبسكرايبرز. سبسكرايبرز دي بتبقى فكرتها ان انت بتنشر شغل معين وعاي حاجات عايز تعملها تسويق ودعاية، والناس بتبقى داخلة نظام مشتركين ما بيكونش ليهم حقوق اللي هي ارسال الرسائل او الخواص التانية زي الجروبات العادية. لو انا حابة اعمل انشئ جروب هنا بكتب طبعا جروب نيم، اسم الجروب هنسميه مثلا تريننج. طالما في نجمة يبقى لازم التابة دي لازم تتملي بالبيان الخاص بيها. Start description training new teachers مثلا اللي هي تدريب مدرسين جدد. هنا long description لو عايز اعمل وصف تفصيلي للجروب اللي انا عايز اعمله، طالما مفيش علامة النجمة يبقى ده اختياري، ممكن حضرتك تكتب البيان ده او ممكن تسيبه. التابة اللي بعد كده welcome message، رسالة التوحيد بتعملها للناس اللي جايه على الجروب، وطبعا في ستارز او نجمه يبقى انت لازم تكتب مثلا ويلكم تو اور جروب. هنا بعد كده بيقول لك تختار اذا كان مانجد منظمه او بابليك عامه، وبعد ما بتخلص بتقول كرييت. هنخلي مثلا هنا تريننج سوهاج فور علشان يبقى اسمه مميز شويه، ونسمي ونعمل كرييت. تعالى نشوف هل الجروب ده اتكريت ولا لسه في مشكلة. طيب زي ما انتوا حضراتكم شايفين هنا تريننج سوهاج 4 الجروب اللي احنا عملناه ظاهر، ادي اسم حضرتك كأدمن وبيبقى مكتوب هنا فون نمبر والدور بتاعك في الجروب والايميل والحالة اذا كنت مسجل اوريدي ولا لسه مش مسجل، وبعد كده باقي الكولومز او الاعمدة هنقدر نشتغل عليها بالتفصيل بعد كده. طيب ايه كمان تاني بالنسبة لقائمة جروب؟ انا انشأت جروب جديد. هنا عندنا مثلا اول حاجة لو انا عملت دعوة او اضافة لبعض الاشخاص والناس دي ما كانتش مسجلة على كايزالا، ممكن اعمل لهم ريمايند ان انا ابعت لهم تذكير ان هم يرجعوا يسجلوا في كايزالا. فانا ممكن اعمل سند اس ام اس اللي هو ارسال رسالة، او اقول فيو ريمايند هيستوري اشوف اذا كنت انا بعت لهم قبل كده ولا ما بعتش.
هنا بعد كده في مانج سبسكرايبر لو عايزه اعمل تنظيم للناس، لو عايزه اضيف او عايزه احذف او عايزه اشوف امبورت هيستوري، كل دي طبعا اوبشنز جميله موجوده، لان انا شغاله على حاجه جروب فيه خصائص عاليه شويه، ان انا ممكن اقدر ادي صلاحيات للناس اللي في الجروب. نرجع تاني لصفحة جروب. هنا دلوقتي مثلا اي جروب هنا طالما حضرتك ادمن فيها، لو ضغطنا على الثلاث نقط بيبقى في عندك ثلاث صلاحيات. اول حاجة رينيم، هي اعادة تسمية، مجرد ما بضغط عليها ادي مثلا ايجيبشن ايفنت 3T، ممكن اشيل مثلا 3T واكتب سوهاج واضغط انتر. طبعا هنا بيقول لك هل انت عايز تعمل سيف للنيم ده، لو قلت صح يبقى كده خلاص اتسيف، اتغير الاسم طبعا. طب ايه كمان ممكن اعمله بصفتي ادمن للجروب؟ هنا edit policies او كتابة الصلاحيات الخاصة بالجروب، هضغط عليها عشان نتعرف عليها. البوليسيز او الصلاحيات او السياسات اللي موجودة في الجروب عبارة عن ايه؟ اول حاجة الكوبي او النسخ، لو ضغطت على المربع ده يبقى don't allow copy in this group، ودي بتفيدني انا كمدرس لو عامل جروب للطلبة بتوعي وكاتبة مثلا اكواد او حاجة معينة، مش هينفع الطلبة تعمل لهم نسخ وتبعتهم في اي مكان تاني، فانا كده بمنع عملية النسخ. الخاصية التانية اللي هي share، لو ضغطت على علامة صح يبقى don't allow share in this group، محدش هيقدر يشير حاجة في الجروب. الخاصية اللي بعد كده forward، لو ضغطت عليها برضو معناها ان انا مش هسمح لحد ان هو يعمل فورورد اي حاجة في الجروب. بعد كده خصائص جميلة جدا وصلاحيات كتيرة جدا وبوليسز ممكن اشتغل عليها، زي مثلا الاكسس، بدي تفويض مين يقدر يدخل في الجروب، اذا كان حسابات الخاصة باوفيس 365 ولا انا هخليها عامة ممكن اي حد ينضم. وبعد كده الممبر شيب او الاعضاء، هل المشاركين في الاعضاء ممكن ينظموا يدخلوا في الجروب ويقدروا ينضموا ليه ولا لا. بعد كده الدعوه، هل انا لو ضغطت على دونت الاو اس ام اس، دي معناها ان انا بمنع ان الدعاوي من خلال الرسائل القصيره. بعد كده الشات هيستوري، دي بخلي زي فكرة الجروبات اللي على الواتساب، ان انا لو حد انضم في حديثا ما بيشوفش الرسائل القديمة، انا ممكن اتحكم في الخاصية دي. يعني هنا مثلا لو ضغطت على صح allow new participant، المشاركين الجدد يشوفوا الحاجات اللي كانت موجودة قبل ما هم ينضموا. الخاصية اللي بعد كده likes، لو ضغطت على don't allow دي كده بمنع المشاركين ان هم يعملوا لايك على اي حاجة في الجروب. والجزئية الثانية بمنع المشاركين ان يشوفوا مين تاني عمل لايك على اي حاجة خاصة بالجروب. والنقطة اللي بعد كده الكومنتس او التعليقات، بشوف ان انا اقدر لو ضغطت عليها معناها دونت الاو، مش بسمح للمشاركين ان هم يعملوا التعليقات او يشوفوا تعليقات الاخرين. ده كله طبعا بيشتغل معايا في العملية التعليمية. ارسال الرسائل، لو ممبرز تو سند مسج، ان انا بدي صلاحيه للاعضاء ان هم يبعتوا رسائل ومرفقات. الجزئيه اللي بعد كده سيستم مسج، ان انا بدي النظام بيدي رساله بيقول مثلا الاكونت ده انضم للجروب، الاكونت ده خرج، ودي طبعا اختياري. اخر حاجه ديليت فور ايفري وان، لو انا ضغطت على دونت الاو دي معناها ان انا مش هخلي الادمن عنده صلاحيه ان هو يحذف رسائل الناس الاخرين. بعد ما بخلص البوليسز او الخصائص دي بضغط على سيف لو تمام اقتنع بيها، وبضغط كنسل لو في اي مشكله في الجروب. تمام. بعد كده احنا اتكلمنا على الاورجانيزيشن، كرييت جروب، هنا كرييت برودكاست وعملنا جروب اللي اتكلمنا عنه، واخر حاجه كرييت فروم اوفيس 365 جروب، ان انا اعمل جروب من جروبات اوفيس بنفس الطريقه واستخدم الاعضاء، واتكلمنا عنها منذ قليل. الجزئيه الثانيه اللي بعد كده اد يوزرز ان بالك، دي قلنا النقطه دي قبل كده من خلال قائمه هوم، وهي ان انا اضيف ناس كتير او مستخدمين كتير من خلال ملف CSV.
اقدر من خلال التابة دي اضيف المستخدمين او اشوف الايه التابة اللي بعد كده اللي هي اكسبورت او التصدير. لو ضغطت عليها هيحمل لي ملف اكسل بكل البيانات الخاصة بالجروبات اللي انا عاملاها على كايزلا، زي ما حضراتكم شايفين هنا كلمة جروب انفورميشن او جروب انفو، وهيظهر لك الملف وهيتفتح وفي البيانات اللي انا احتفظت بيها على الجروبات. ده بالنسبة للأورجانيزيشن. ندخل على القايمة التانية، زي ما حضراتكم شايفين هنا ادي كل الجروبات اللي احنا داخلين فيها. ندخل على القايمة التانية اللي هي برايفت. البرايفت دي بتبقى انت جروبات عاملها، مش لازم اللي بتبقى منتشرة او الناس بتبقى تقدر توصل لها. طب انا لو حابة اخلي الجروب ده زي الجروبات الخاصة اللي هي بتبقى بتنشئها ومحدش بيقدر يوصلها الا اذا انت بعت لهم انفايت او دعوه. طب انا مثلا لو جروب زي مبدعي سوهاج ضغطت عليه هنا وضغطت على كلمه ماب تو اورجانيزيشن، كده انا هحول الجروب ده للاورجانيزيشن وهيبقى بسهوله الناس توصل له. هنا بيقول لك ان انت خلاص الجروب الخاص بيك هيتحول لاورجانيزيشن، هيطلع من القايمه دي وندخل على اورجانيزيشن ايه موجود فيه. اهو جروب مبدعي سهاد. ايه كمان تاني في التابة بتاعت الجروب هنتعرف عليها مع بعض؟ هنا عندنا جروب نيم، انا لو ضغطت على السهم ده بيبقى بيعمل صورت او ترتيب للجروبات. بصوا حضراتكم بيرتب بطريقة مختلفة، بتتغير ترتيب الجروبات. كل جروب بيبقى ظاهر قدامه ماي رول، دورك انت سواء اذا كنت ادمن ولا ممبر. بص حضراتكم الجروب ده انا موجودة فيه كممبر او كعضو، مش بلاقي الثلاث نقط. اذا الثلاث نقط دول موجودين بس خاصين بالادمن، لما بتكون حضرتك ادمن بيبقى عندك الصلاحيات دي. عذرا. طيب ايه كمان تاني من خلال القايمة بتاعت الجروب برايفت؟ هنا بنعمل إعادة ترتيب أو صورت للجروبات، وهنا برضو نفس الفكرة رولز الدور، وهنا توتال يوزر عدد الإجمالي المستخدمين. هنا بيقول لك هنا الجروب ده فيه 5، الجروب ده فيه 1، وهكذا. في بعد كده سب جروبس أو الجروبات الاجتماعية، وهنتعرف عليها بعد شوية إزاي نعملها. ده طبعا كل الجروبات دي ما فيهاش أي جروبات فرعية. في طبعا هنا تحت خالص فيدباك، لو ضغطت عليها بيبقى بدي زي فيدباك عن الكايزرا. لو حابة ادي استجابات، حاجة انا مش عجباني، اي لايك اي دونت لايك، بيبقى عبارة عن رسائل ببعتها لكايزرا. نرجع تاني للاورجانيزيشن، بنلاحظ حاجة ان في جروبات معينة مثلا زي الجروب ده بنلاقي عامله في علامه جنبه كده view hierarchy structure، دي معناها ان الجروب ده جروب هرمي وفي جروبات فرعيه تحته. لو ضغطت عليه كده هلاقي هيظهر الجروبات اللي موجوده تحته. طب انا كمدرس هستفيد بايه من الجروب ده؟ ان انا ممكن اكون مثلا عامل جروب خاص بالصف الخامس وعامل جروبات فرعيه مثلا 5 اول 5 تاني 5 تالت وهكذا، او ممكن داخل الفصل اقسمهم لمجموعه جروبات فرعيه. طيب في برضو علامه تانية بنلاحظها اللي هي العلامه دي، ده لما بيكون جروب برودكاست فبيبقى شكله بالطريقه دي. طبعا ده كل ما يتعلق بالتابه بتاعه جروب. نيجي بقى للتابه اللي بعد كده اللي هي دايركتوري، ده عباره عن دليل ارشادي او حاجه بتعرفك، نضغط عليها كده، حاجة بتعرفك على المستخدمين اللي موجودين في كايزلا، وبتنقسم إلى موظفين أو إمبلويي وفي أذر. وزي ما احنا تعودنا من كايزلا في كل تابة بتلاقي الكويك تور، يعني جولة سريعة، وبيديلك بعض الإرشادات لو أنت جديد في التطبيق فبيحاول يعرفك كتير معلومات عن التطبيق. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنا في
الاكونتات كتيرة جدا، وكل واحد بيقول لك الايميل والحالة اذا كان مسجل ولا لسه مش مسجل على تطبيق كايزر. طيب هنا بعد كده لو انت عايز تعمل امبورت للمستخدمين، تضيف مستخدمين جديد، او عايز تعمل اي اكشن تاني. هنا لو عايز تعمل سيرش على حد معين مثلا، يعني لو كتبنا ده نشوف هنا يظهر الاسم، ده ظهر لي الاسم اللي انا بعمل سيرش عليه. ده بالنسبة لو ضغطت على مور هلاقي مور فيو امبورت هيستوري، لو انا كنت عملت امبورت لمستخدمين معينين وقدرت اعمل لهم تسجيل لتطبيق كايزر. التابة اللي بعد كده هي اناليتكس، دي عبارة عن مجموعة من الملفات الإحصائية للبيانات. لو أنت عامل شغل على كايزلا، عملت استطلاع رأي، عملت تجميع بيانات، عملت صور، فكل واحدة فيهم بتفتحها بيدي لك بيان تفصيلي بيقول لك أنت عملت الأكشنز دي إيه، وإيه الحاجات البيانات اللي أنت اشتغلت عليها. طبعا ممكن أفتح كل واحدة بالتفصيل وأتعرف عليها. التابة اللي بعد كده، والتابة دي من أجمل التابات اللي موجودة على التطبيق، وهي كايزلا ويب. طبعا حضراتكم أغلبكم بيبقى فاتح الواتساب على الموبايل وبيفتح واتساب على الويب على الجهاز، دي نفس طريقة كايزلا. لو حضراتكم لاحظتوا الشكل ده هو اللي بيظهر لك على الموبايل. طبعا احنا بعد شوية هندخل من الموبايل وهنشوف طريقة التعامل مع التبات دي بالتفصيل مع الأستاذة أسماء. هنا طبعا شكل الكايزلا ويب بيبقى صورة قريبة بشكل أو بآخر من الموبايل تقريبا، بس ما فيش الحتة دي، لكن بتبقى إيه فيها حاجات الموبايل مختلفة بسيطة لكن الأساس واحد. لو ضغطنا على أول جزئية اللي هي مين، ودي عبارة عن بيبقى بياناتك أنت الخاصة زي صورة البروفيل الخاص بيك، الموبايل لو انت مسجل بايميل معين، وبعد كده الحالة ممكن اتحكم فيها. بس لو حضراتكم لاحظتوا انا لو ضغطت هنا مش هقدر اتحكم في الصورة، لو عايزة اغير الصورة دي بغيرها من خلال الموبايل. طب رقم الموبايل نفس الطريقة، كل الحاجات دي مش بتبقى منشطة على كايزلا ويب، لكن اقدر اتحكم فيها من خلال الموبايل. ايه كمان عندنا هنا السيتنج، لو ضغطنا عليها اللي اقدر اتحكم في الصلاحيات بتاعت كايزلا ويب، اللي هي لو ضغطت على العلامه دي هخلي الاشعارات بتاعت الكايزلا على الديسكتوب بتظهر لي حتى لو انا مش فاتحه كايزلا ويب. اذا كانت سواء اشعارات كلمه بتظهر لك، او بيظهر صوت، او بيظهر اهتزاز، او بتظهر لك الرساله كلها، طبعا انا بتحكم فيهم زي ما انا حابه سواء كلهم او ايه حاجه منهم. ده طبعا التابة الأولى اللي هي مين. التابة الثانية طبعا آخر حاجة لوج أوت، اللي أنا لو عايز أعمل تسجيل خروج. طبعا أنا لو عملت تسجيل خروج دلوقتي هيطلعني من الكايزلا ويب وهبدأ أسجل من أول وجديد. برضو نفس الطريقة هنا الفيدباك، لو عايز أبعت أي استجابة لكايزلا ويب، حاجة عجباني، حاجة مش عجباني، حاجة عايز أغيرها، يعني زي رسائل الدعم الفني الخاصة بتطبيق ويب تطبيق كايزلا. الجزئية التانية اللي هي جزئية شات أو الدردشة، دي طبعا زي ما حضراتكم شايفين ناخدها من فوق كده خالص. أول حاجة لو عايزة أعمل سيرش عن حد معين موجود هنا، لو عايزة أعمل شات جديد بختار الأسماء مثلا، لو ضغطت هنا تظهر الرسالة تمام، وهبعتها لأي حد عايزة أبعت له من خلال كايزلا. يبقى أنا لو فاتحة كايزلا ويب بمنتهى البساطة هضغط على العلامة دي وأبدأ أعمل شات. هنا بعد كده لو عايزة أعمل جروب جديد، دي طبعا طريقة بسيطة جدا من خلال الموبايل. هكريت الجروب ازاي؟ هكتب اسم الجروب هنا واعمل نيكست بنفس الطريقة، حاجة سريعة واقول نيكست. ممكن اعمل هنا صورة للجروب واضغط نيكست. هنا طبعا هيطلب مني اضافة بعض الاعضاء،
واقول نيكست، وانا كده انشات جروب. شايفين حضراتكم انشاء الجروب على كيزالا بسيط جدا وسهل ازاي، ما فيهوش اي حاجه وبسيط في منتهى البساطه. نطلع كده من الجزئيه دي، ندخل بقى على الحاجات اللي موجوده هنا. هيظهر قدامي الحاجات حسب النشاط، يعني مثلا هنا اخر حد بعت له رساله كان هنا، اخر جروب اتكلمت فيه او بصيت فيه او عملت اي اكشنز فيه كان هنا. فكل حاجه بتظهر لي زي فكره الكيزله او الشات، سوري الواتساب، بيظهر لي الاحدث فالايه في الاقدم. يعني الحاجات اللي تحت خالص دي ما بداتش اتكلم فيها ليها فتره كبيره، مثلا هنا من شهر، من 3 شهور مثلا، فبتظهر بنفس الطريقه. ايه كمان عندنا هنا؟ بيبل، بيبقى فيه مجموعة الأشخاص اللي أنا مسجلاهم عندي على كايزالا ويب. طيب ده بالنسبة لكايزالا ويب. طبعا احنا لو دخلنا مثلا على جروب معين هنا زي مثلا ده، بضغط على العلامة بتاعت إرسال الملفات، بلاقي مجموعة من الأكشنز أو الإجراءات اللي أنا ممكن أعملها. طبعا الحاجات دي موجودة في الموبايل بطريقة مستفاضة جدا، وأستاذة أسماء طبعا هتشرحهم بالتفصيل بعد شوية صغيرين. هنا عندنا الأناونسمنت أو الإعلان، لو عايزة أبعت إعلان في الجروب، أو عايزة أقول وظيفة لحد معين، أو عايزة أعمل إعلان عن اجتماع، أو عايزة أعمل استطلاع رأي، أو عايزة أعمل سيرفي، أو عايزة أبعت صورة أو فيديو، أو أبعت ملفات ووثائق، أو أبعت صوت. طبعا هل دول بس كل الاكشنز اللي موجودين على كايزالا ويب؟ لا، موجود حاجات تانية، بس طالما انا ما اشتغلتش عليهم من الموبايل مش هيسمعوا معايا هنا على كايزالا ويب. ده بالنسبة لكايزالا ويب. ننتقل للجزئية اللي بعد كده، الاكشنز. طبعا احنا ما استفدناش في الكايزالا ويب لان ده خاص بالموبايل، فهيتشرح بالتفصيل باذن الله. هنا الاكشنز او الاجراءات او الحاجات اللي انا ممكن اعملها. هنا ممكن اعمل نيو اكشنز او امبورت اكشنز. نيو اكشنز اللي هو ابدا اختار اي حاجه عايز اعملها، عايز تعمل فورم زي فكره الكويز للطلبه بتوعك، عايزه اخد اراء استطلاع راي، او كل واحد يقول لي تغذيه راجعه رايه في حاجه معينه، عايزه اعمل نيو اتندنس، اعمل حضور، تسجيل حضور للطلبه في حصة أو في محاضرة معينة، وحاجات تانية كتير زي ما حضراتكم شايفين. ده بالنسبة للتابة الخاصة بأكشن. عندنا حاجة مهمة تانية اللي هي سيتنج. هنا لو ضغطنا عليها من هنا أقدر أعمل تسجيل خروج من تطبيق كايزالا، وأقدر أغير الرقم بتاعي. يعني مثلا هنا لو شلت العلامة دي ضغطت على ريموف، هيقول لي هل انت متاكد ان انت عايز تحذف رقم الفورم؟ لو قلت ريموف كده هضطر اسجل من اول وجديد على كايزالا من خلال واجهه اوفيس 365. ايه كمان تاني عندنا؟ عندنا الاف اي كيو، ده عباره عن الاسئله الشائعه. بدل ما انا اقعد ادور على اسئله، لا، هو هنا بمنتهى البساطه بيكتب لي مجموعه الاسئله اللي اتسالت قبل كده من خلال طبعا الفيدباك. هضغط على اي سؤال هيديني الاجابه بتاعته. يبقى انا كده ده مكان او مجال خصب للمعلومات عن كايزالا. اي حاجه حضرتك عايز تسال عليها في كايزالا هتلاقيها في الاسئله الشائعه. طبعا متقسمين اكتر من حاجه، حاجات خاصه باسئله عموما، حاجات خاصه بالجروبس، بالاكشن، بالكونكتورز وهكذا، وتقدر تستفيد فيها زي ما حضرتك عايز. احنا مش عايزين نطول في الجزئيه دي لان الجزئيه بتاعت الموبايل فيها شغل جامد، عشان ما نطولش على حضراتكم. نرجع للواجهه بتاعتنا. اخر حاجه هيلب، دي لو عايز تسال على حاجه بيدخلك على الصفحه الرئيسيه في كايزالا، وتقدر تسال اي سؤال زي ما حضرتك تحب. متهيألي ده كان شرح بسيط جدا وسهل لتطبيق كايزالا، ودي الواجهه الرئيسيه اتكلمنا عليه شويه. طبعا لو حضرتك عايز تغير شكل الخلفية بضغط على اي شكل اهو تغير. ده طبعا اسم الاكونت، واسيبكم مع استاذة اسماء عبد الرؤوف. باذن الله هتعمل مشاركة الديسكتوب من خلال الموبايل، وهتعرفكم ازاي اتعامل مع كايزالا، وازاي اعمل اكشنز كتير او اجراءات كتير،
وطبعا الجزئية اللي جاية جميلة جدا جدا، وهستفيد منها كمعلم في العملية التعليمية. يا رب يكون التدريب بسيط، ولغاية دلوقتي نكونوا قلنا حاجة جميلة ومفيدة لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح كده؟ واضح الصوت يا جماعة؟ جدا مس أسماء، تفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بشكر الأستاذة ميسة والأستاذة نجوى على الشرح الرائع اللي أنا صراحة استمتعت به. تطبيق كايزالا زي ما احنا لاحظنا ان هو تطبيق شبيه بدرجة كبيرة جدا بتطبيق الواتساب. طيب ما احنا عندنا الواتساب، ليه يعني كايزالا؟ طبعا لو كنتوا معانا في الشرح واستمعتوا بدقة للشرح بتاع مس ميسة هتكتشفوا ان كايزالا يعني اعلى بكثير جدا من تطبيق الواتساب، وان هو مش مجرد تطبيق للشات او الدردشة زي تطبيق الواتساب، لا ده هو تطبيق مفيد جدا لحضرتك كمعلم، او حتى لو ما كنتش معلم ده يعني بيفيد الناس اللي هم عندهم بزنس كصاحب مؤسسة صاحب شركة، بيفيد في اشياء كثيرة جدا. ويمكن ان احنا نربط التطبيق ده بتطبيقات كتيرة خالص زي مثلا تطبيق الفلو وغيرها، وكمان ان احنا نقدر نعمل اشياء كثيرة جدا بنستخدمها مع التلاميذ بتوعنا. طبعا علشان احمل التطبيق ده من الموبايل بروح طبعا زي اي تطبيق عادي خالص بروح على الاب ستور، وبعد كده ببدأ ان انا احمل التطبيق. طبعا انا عندي هنا المتجر ضغطت عليه، بكتب في جوجل هنا كايزالا وبعمل بحث. طبعا طلعت لي التطبيق زي ما احنا شايفينه بالشكل ده، الشكل بتاعه عبارة عن علامة الشات وداخلها في علامة السهم علامة الصح. طبعا عشان انا محملة التطبيق فمديني كلمة فتح، لكن لو حضرتك لسه محملتش التطبيق كان هيدي لك كلمة تثبيت، وبعد التثبيت زي ما شرحت لنا مس نجوى ان هو كان هيطلب منك اختيار البلدة واختيار رقم الموبايل، وهيبعت كود على التليفون بتاعك، وبعد كده هيعمل فيريفيكيشن وهيدخلك على طول على التطبيق. زي ما احنا شايفين التطبيق لما فتحته هنا مديني الصفحة فيها طبعا شاتس اللي هي الدردشات، وعلى الأقصى اليمين في كلمة نيو شات، وعلى اليسار في كلمة جوين جروب أو الانضمام لجروب، وبعد كده طبعا في الدردشات بتاعتي زيها زي أي يعني صفحة واتساب اللي احنا متعودين على شكلها. لو بصينا هنا على جوين جروب وضغطت عليها هتتفتح معايا هنا أول واحدة اللي هي نير باي اللي هي تحتها الخط الأزرق دي. نير باي دي معناها الجروب اللي هي قريبة منك، يعني حضرتك لو عايز تدخل أي جروب قريبة منك بتضغط على نير باي وبعد كده بتضغط على سيرش اللي هي في آخر الصفحة. بمجرد ما ضغطنا على سيرش اداني رسالة: هل تريد السماح لتطبيق كايزالا بالوصول للموقع الجغرافي لحضرتك يعني أو للجهاز؟ فطبعا لازم علشان تدور على النير باي جروب تديله سماح، لو اديت له رفض فطبعا مش هيقدر ان هو يوصل على النير باي جروب. طبعا هنا بيقول لي اللوكيشن از ديسابلد،
عشان يعني انا لازم اعمل له انيبل، والانيبل دي حضرتك بتروح عند السيتنج وبتعملها. بعد ما بتدي له انيبل او بتخلص الموضوع ده، هو بيدور لك على الجروبات اللي موجودة حوالين حضرتك وبيقترحها عليك، وبسهولة بتقدر انك تضغط على الجروب وتلتحق بيه. الشيء التاني اللي انا اقدر التحق بالجروب من خلاله اللي هو الكيو ار كود. لما بضغط عليه بيديني الكود اللي احنا شايفينه ده، ومن خلال الكود ده في عندي تحت اسفل الصفحة كلمة سكان كيو ار كود. بضغط على السكان ده هيا وبيقول لي هل تريد لخدمة كايزلا بالوصول للصور وتسجيل فيديو. طبعا لازم اديله سماح عشان يقدر يعمل لي السكان على الكود، وبدور على الكود بتاع الجروب اللي انا عايزه التحق بيها، بعمل لها سكان، وبعد ما بعمل سكان كده ببقى خلاص انا ايه التحقت بالجروب. الطريقه الثالثه اللي هي الكود. لما بضغط اديني على الجروب هنا بيقول لي please enter the code provided by the admin. لو انا عامله يعني مثلا حد من اصدقائي عامل جروب وبيروح مديني الكود، انا بمسك الكود ده وليكن مثلا اربع ارقام او خمس ارقام، يعني يكون الكود اللي هو وصلني، ببدا ان انا هنا اكتب الارقام بتاعه الكود ده، ولو الارقام دي صحيحه فبعد كده بيروح يدخلني على طول على الجروب. يبقى عندي هنا للالتحاق بالجروب ثلاث أشياء أو ثلاث اختيارات. الاختيار الأول إن أنا ألتحق بجروب قريبة مني عن طريق السماح للموقع الجغرافي بالوصول لموبايلي. الطريقة الثانية إن أنا بأخد كيو آر كود وبعمل له سكان بالموبايل بتاعي وبلتحق بالجروب. الطريقة الثالثة إن أنا بأخد كود مكون من أرقام وبروح كتباه علشان ألتحق بالجروب دهية. نرجع مرة تانية للصفحة بتاعتي. طبعا هنا أعلى الصفحة خالص في عندي الثلاث نقاط دول. الثلاث نقاط دول فيهم أول شيء start message اللي هي لو أنا عندي رسالة عملت لها ستار، يعني خليتها من الأشياء المفضلة لدي. فأنا دي ضغطت على الستار مسج دي، فأنا كان في رسالة من واحدة صديقتي وكنت حابة إن أنا يعني أعمل لها تفضيل، ورحت ضغطت عليها فسجلت عندي في الستار مسجز. طبعا لسه الصورة شوية مش محملة. كده الصورة بتاعت الستارت مسج وصلت عنديكم؟ لسه مش أسمع. لسه. طب على ما تظهر الصورة، هي عموما ظهرت كده. ظهرت بس انا كنت قفلت. الستارت مسج زي ما قلنا بتظهر لي الصوره اللي او يعني التعليق او الرساله اللي انا عايزه احفظها في المفضله. اللي بعدها اللي هي كايزلا ويب، ودي هي الجزئيه اللي شرحتها مس ميسا من شويه. زي ما احنا شايفين هنا طلع لي الرساله دي هي. لو أنا عايزة أدخل على كايزلا ويب من الجزئية اللي شرحتها مس ميسا، بفتح اللي هو كايزلا العادي وبعد كده بضغط على كايزلا ويب. بعديها بيبدأ يطلب مني رقم الموبايل بتاعي. بعد ما بضع رقم الموبايل بتاعي بيوصلني كود. الكود ده بلاقيه طبعا في، لو أنا مش فاتحة التطبيق زي ما أنا عاملة كده، الكود بيوصلني على الرسائل العادية بتاعة الموبايل بتاعي. لكن لو أنا فاتحة التطبيق زي ما أنا فاتحاه كده، بلاقي الكود بدأ يظهر لي عندي هنا على الصفحة من تحت، وبمسك الكود اللي ظاهر لي في الصفحة وبكتبه في
الكايزالا ويب، وبكده بعمل يعني تفويض او ان الشاشة بتاعة الموبايل بتاعي بتظهر على اللابتوب زي بالظبط التطبيق بتاع الواتساب ويب. اللي بعد كده الاعدادات، ودي الاعدادات الخاصة بيا. طبعا بقدر ان انا من خلال الاعدادات دي هي اغير اللانجوج زي ما اللي هي رقم 3 دي، بس هنبدأ واحدة واحدة. الأول الأول حاجة اللي هي الإعدادات بتاعة الحساب، وبعد إعدادات الحساب عندي إظهار الحالة بتاعتك. يعني حضرتك عايز اللاست سين ستاتس دي مين يشوفها؟ إيفري ون، يعني أي حد يدخل يشوف آخر ظهور ليك. لو أنت مش عايز أي حد يشوف آخر ظهور ليك، خلاص اختار نو ون كده، مفيش اي حد هيعرف انت كنت على التطبيق الساعة كام. الشيء الاخير اللي هو ماي كونتاكتس، لو انت حابب اني بس الناس اللي في الكونتاكت بتاعك او اصدقائك هم بس اللي يشوفوا اخر ظهور ليك. الشيء الثالث اللي هو اللانجوج اب، اللي هي الاب لانجوج اللي هي اللغة. طبعا حضرتك بتغير اللغة زي ما حضرتك عايز، طبعا دي كل اللغات اللي بيدعمها التطبيق، وطبعا في منهم اللغة العربية زي ما احنا شايفين. حضرتك تقدر ان انت تحول التطبيق باللغة العربية. طبعا بعد كده في الإشعارات وفي أشياء تانية كتير في الإعدادات بتاعتي. برجع مرة تانية للثلاث نقاط، وهنا عندنا آخر شيء اللي هو المانج ستورج أو التخزين. نيجي نشوف بعد كده المحادثات بتاعتي. طبعا أي محادثة، أول حاجة خالص هنا مكتوبة مي وأسماء، وده اللي هو الصفحة بتاعتي. طيب أنا هكلم نفسي يعني مثلا ولا إيه بالظبط؟ لا طبعا. الجزئية دي حلوة جدا جدا، يمكن من أكتر الأشياء اللي عجباني في التطبيق. طبعا التطبيق مليان أشياء عجباني كتير يعني، فدي من ضمنه. إن أنا عندي مشكلة في الواتساب، يعني أنا مثلا بتوصلني أشياء مهمة كتير من أصدقائي وبكون عايزة أحتفظ بيها. طيب احتفظ بيها ازاي؟ فمثلا ميسا بعتت لي دليل ارشادي لشيء معين، انا عايزه احتفظ بالدليل الارشادي ده في مكان، فبروح اعمل اعاده ارسال للدليل ده لحد مثلا لابني لبنتي لاي حد من المقربين على اساس احتفظ بالدليل ده هناك. الدليل طبعا بتوه وسط المحادثات، ابني او بنتي بيتعصب يعني ان انا بخزن عنده اشيائي، فده شيء يعني متعب على الواتساب. لكن لو بصينا على كايزالا، هو عامل لك مساحة خاصة بيك على أساس إن لو اتبعت أي شغل أنت حابب تحفظه فبتحفظه في المساحة دي. ومش كده وبس، ده بيوري لك أحيانا الأشياء اللي هي يعني هنا لما ميسا كانت بتشرح كتبت السلام عليكم، وأنا رديت عليها وكتبت لها عليكم السلام، وكتبت لها إيه شرح مميز. طبعا هنا في الجزئية اللي تحت هنا برضو في علامة الملف. علامة الملف دي من خلاله أقدر إن أنا أضيف أشياء كثيرة جدا وأكشنز كثيرة هنتعرف عليها بس يعني شوية كده. من فوق هنا عندي مي، لو ضغطت عليها بيديني الصورة بتاعة البروفايل بتاعي، بيديني رقم موبايلي، وبيديني الحالة، وكمان بيديني الأكاونتات اللي هي مرتبطة بيا، وبيديني الأكشنز أيتيمز. لو خدنا بالنا لما مس ميسا كانت فاتحة من على الويب، إن هي قالت إن هي ما تقدرش تغير أي شيء في الأشياء دي، لكن لو لاحظنا في هنا علامة القلم أو علامة التعديل، يعني أنا لما ضغطت هنا أقدر هنا الفول نيم بتاعي أقدر أغيره، بدل ما هو أسماء بس لا ده أنا أخليه أسماء عبد الرؤوف. كمان عندي هنا كمان عندي هنا التايتل، أنا ممكن أعمل لنفسي تايتل، يعني مثلا هكتب هنا teacher.
وعندي بعد كده اللوكيشن، اعرض اللوكيشن بتاعي، وعندي كمان الايميل، اعرض يعني اكتب ايميل من ايميلاتي وهكذا. كله ده انا اقدر ان انا اغير فيه. في النهاية بدوس على علامة الصح. الشيء اللي بعد كده عندي اقدر اغيره اللي هو الحالة بتاعتي. انا كاتبة الحالة هنا هو everything will be alright، عايزة اغيرها مثلا واخليها بالعربي الحمد لله، فانا هغيرها هنا وهكتب الحمد لله. طبعا اي حاجة انا عايزة يعني اعملها في الحالة بتاعتي اقدر اغيرها، وكمان اقدر اضيف اللي هو الاكونتات المرتبطة بكايزلا، واقدر كمان اعمل اشوف هنا الاكشنز ايتمز اللي انا عملتها بالفعل. يعني مثلا هنا بيقول لي select an action، هنا عندي بالنسبة للجوب او المهمة مديني كام مهمة انا عملتها، 2، وكمان عندي الكويك بول برضو 3، وعندي السيرفي 1، واقدر لو دوست على اي شيء فيهم يوديني لي. يعني هنا لما ضغطت على المهمة فطلعت لي ادي المهمة اللي انا عملتها، وضغطت عليها اتفتح لي الجروب اللي كان فيه المهمة، واتفتح لي كمان كل شيء خاص بالمهمة دي، وهكذا. يعني اقدر اشوف المهمات، الاشياء اللي انا عملتها او الاكشنز اللي انا عملتها كلها في الجزئية دي. بنرجع مرة تانية هنا للصفحة الرئيسية اللي كنا واقفين عليها، وبنبص على الأشياء اللي موجودة في النهاية. بس أنا هصبر شوية لما يتحمل الصورة عنديكم، لأن ظاهر عندي إنها ما تحملتش. في النهاية خالص هنا عندي أول شيء على اليسار كلمة بروفايل، ودي البروفايل الخاص بتاعي اللي احنا كنا لسه فاتحينها دلوقتي. الشيء اللي جنبها اللي هو المحادثات، ودي بتفتح لي المحادثات بتاعتي كلها. الشيء اللي بعده اللي هو الكولز، لو أنا عايزة أعمل اتصال بأي حد. طبعا هنا بيقول لي no recent call، بس هنا عندي علامة السماعة أقدر إن أنا أضغط عليها. لما فتحت علامة السماعة ظهر لي كل الأشخاص اللي موجودين عندي، وقصاد كل اسم منهم علامة الكاميرا وعلامة السماعة، ومن خلال الكاميرا أو السماعة أقدر إن أنا أجري مكالمة سواء هاتفية أو مكالمة فيديو. الشيء الثاني اللي هو عندي هنا البيبل أو الأشخاص، طبعا لما ضغطت عليها هنا طلع لي صفحة فيها، سنصبر لحد ما تحمل عنديكم. الصفحة اللي اتفتحت لي في الأشخاص فيها من فوق 3 أشياء. الشيء الأول اللي هو نيو جروب. نيو جروب دي لو أنا عايزة أنشئ جروب جديدة، واللي تحتها نيو بابليك جروب لو عايزة أعمل جروب بابليك عامة، واللي بعدها نيو برودكاست جروب لو عايزة أعمل جروب برودكاست. طبعا في تركية كده خفيفة في الجزئية دي، طبعا إنشاء النيو جروب شرحتها لنا باستفاضة مس ميسة، علشان كده أنا مش هنشئ معاكم جروب جديدة. والبابليك جروب بتبقى يعني نفس الخطوات هي والبرودكاست، بس اللي بيختلف طبعا إيه المسمى بتاع الجروب. هنيجي هنا نشوف اللي هي البابليك جروب إيه الفرق بينها وما بين البرودكاست جروب. بالنسبة للبابليك جروب دي بتبقى جروب عامة موجودة بالفعل، وحضرتك كل اللي عليك انك انت تروح يعني ضاغط عليها علشان يظهر لك زي ما احنا شايفين هنا نيو بابليك جروب، اداني هنا النيم
هسمي مثلا النيم بتاعي هنسميها اوفيس. بعد كده عندي ديسكرايب، ده اوبشنال يعني اختياري، انا عايزه اسميه او ما اسمهوش مش حكايه. بعد كده هنا بيقول لي اد هاشتاج. يعني ايه اد هاشتاج؟ هنا بيقول لي ضيف هاشتاج للجروب بتاعتك دي. فانا مثلا عايزه الجروب بتاعتي دي تبقى جنرال، او عايزاها تكون مثلا لان، اي هاشتاج انا هضيفه. ايه فايده الهاشتاج ده؟ الهاشتاج ده فايدته ان حضرتك وانت بتبحث عن الجروب دي، يعني مثلا عايز حاجه خاصه بالتعليم، فبتكتب هاشتاج وبتكتب ليرن، بعد كده بتضغط عليها بيظهر لك كل الجروبات اللي هي خاصه بالتعليم او اللي فيها الهاشتاج ده، ومن ضمنها هيطلع معاك جروب الاوفيس اللي احنا عملناه. يعني الهاشتاج ده الفكره بتاعته لسهولة الوصول للجروب. هنا طبعا بيقول لي الـ web link creates your groups web page people can join your group using this link. يعني اللينك ده اللي انت هتكريته الناس بسهولة هيقدروا ان هم يوصلوا للجروب بتاعتك. فهنا عندي kaizala.la وبعد كده سلاش public سلاش، هنحط هنا اي شيء احنا عايزينه. مثلا انا هحط 365، خلاص اي رقم حضرتك طبعا بتضيفه. وبعد كده طبعا بيقولك هنا ان انت بتقدر تستخدم الحروف من A ل Z، وبتقدر كمان تستخدم الارقام من 0 ل 9. اي شيء حضرتك حابب تكتبه تكتبه. وبيقولك ان الرينج او المتوسط بتاع اللي انت هتكتبه ده ما بين مثلا 5 أرقام ل 60 رقم، مش شرط يعني أرقام. يعني أنا ممكن إن أنا أضيف هنا حروف، يعني ممكن أضيف A مثلا، أضيف T خلاص. وبعد كده هنا عندي العلامة دي المتنشطة بيقول لي notify my Kaizala contacts to join this group. يعني أنا هنا بدي تفويض أو تصريح لكايزالا إن هو يدي إعلام لكل الكونتاكتس اللي عندي إن هم يلتحقوا بالجروب دهية. خلاص بعد كده بروح عاملة السهم اللي شفناه، بيديني بعد كده add participants أو أضف مشاركين. لما اداني اضف مشاركين زي ما احنا شايفين كل الاسماء اللي عندي في في الموبايل بتاعي ظهرت لي. يعني انا ممكن هنا هختار مثلا دكتورة ازهار، هختار مستر اسامة، هختار مثلا استاذ اسامة، وهكذا. خلاص بعد ما خلصتهم طبعا عندي هنا علامة الاكس، لو ضغطت عليها بيتمحي لي الشخص اللي انا اخترته، ممكن اختار ايه اسم غيره. بعد كده بضغط مرة تانية على السهم، لما ضغطت المرة على السهم ظهرت لي هنا الاسم بريفيو، يعني بشيك عليها. بعد ما بشيك عليها لو انا حابه ان انا اضيف لها صوره من علامه الكاميرا اللي احنا شايفينها، ولو حابه اضيف مشاركين بضيفه. في النهايه خالص بروح ضغط على علامه الصح، بس هننتظر قليلا على ما تظهر عنديكم. زي ما احنا شايفين لما ضغطت علامه الصح قال لي ان في 2 من اللي انا اخترتهم دول ما عندهمش كايزالا. فترى عايزه اعمل سكيب للخطوه دي ويفضل ما عندهمش كايزالا وما يتبعت لهمش شيء، ولا عايزه اعمل لهم دعوه؟ لو عايزه اعمل لهم دعوه بضغط على كلمه انفايت. لما ضغطت على انفايت ظهرت لي ادي رساله، الرساله دي طبعا رساله عاديه هتوصل لهم على الرسائل بتاعتهم اللي على الموبايل. فأنا لو عايزة أبعت الرسالة بروح ضغطة زي ما احنا شايفين، أدي 1 2، أروح ضغطة على السهمين دول على أساس إني يوصل للأشخاص ده لهم. لو أنا مش عاوزة فخلاص كده خلصنا وبعمل اسكيب.
هنا بيقول لي awesome you are an admin of this group، يعني تهانينا انت خلاص بقيت الادمن بتاع الجروب دي هي. وممكن ان انت تشير الحكايه دي او تدعو اشخاص تاني عن طريق الواتساب، الماسنجر، التويتر، الفيسبوك. وعندي كمان الثلاث نقاط دول بيجيب لك الكثير من الخيارات زي ما احنا شايفين، خيارات كثيره جدا اقدر ان انا ادعو من خلالها الاشخاص. طيب بنرجع مرة تانية للصفحة اللي احنا كنا فيها. طبعا احنا شفنا كده النيو بابليك جروب، هنشوف النيو برودكاست جروب بنفس الطريقة. طبعا بكتب النيم وبكتب الاشياء اللي هو طالبها مني، وبعد ما بخلص انا هكتب يعني اشياء عشوائية. اوكي، بعد ما بخلص خالص بروح، طبعا هو هنا طالب الاسم لازم يكون 5 حروف يعني من 5 ل 60 زي ما قلنا، وبعدين بختار هنا اي حد عشوائي للجروب. خلاص بعد كده طبعا هنا هو اداني البريفيو التفاصيل بتاعتها وبعمل علامة صح. خلاص اوكي كده اوسم وخلصنا وانشأنا البرودكاست جروب. طيب ايه الفرق بين البابليك جروب والبرودكاست جروب؟ بالنسبه للبرودكاست جروب حضرتك هتكون الادمن بتاعها، والاعضاء اللي هيكونوا فيها هيبعتوا لحضرتك الرسائل، وهتبقى حضرتك المتحكم في الرسائل دي، يعني باقي الاعضاء مش هيقدروا يشوفوا غير رسائل حضرتك، لكن الرسائل بتاعت الأعضاء الآخرين أو زمايلهم في الجروب دي مش هيقدروا إن هم يشوفوها. يعني حضرتك هتبقى المتلقي أو المحور بتاع الرسائل. طبعا والبرودكاست جروب والبابليك جروب الاثنين بيبقى فيهم يعني عدد لا نهائي ولا محدود من الأشخاص. طيب ده في جزئية البيبل. نيجي في جزئية الديسكفر أو اكتشف. طبعا في الجزئية دي هاي عندي جروبات كثيرة جدا تقدر حضرتك عن طريق جوين دي اللي من تحت انك تلتحق بيها. هبص كده هدخل اي جروب منهم. هدخل هنا على جوينت. خلاص بمجرد ما عملت جوين هو عمل لي جوينت، خلاص انت كده التحقت او تم التحاقك بالجروب. وزي ما احنا شايفين هنا الجروب اللي انا التحقت بيها فيها كلمة من تحت هنا tap to get started، فانا هروح دايسة عليها. اول ما ضغطت عليها اداني الاكشنز هنا، بيقول لي these actions have been set by your admin، يعني الاكشنز دي الادمن هو اللي حاططها على الجروب، وحضرتك ما تقدرش ترسل رسائل للجروب دي هاي. يعني تقدر تتفاعل، تقدر تحط لايك، تقدر تعمل اي شيء هنا، تقدر تشارك من علامة السبعة دي بتاعت المشاركة، تقدر تعمل اي شيء في الجروب، تشوف الرسائل، تتفاعل معها زي ما قلنا، لكن ما تقدرش انك انت ترسل رسائل للجروبات اللي هي موجودة في الجزئية دي. بكده نكون خلصنا الجزئية دي. باقي عندينا الجزئية الهامة جدا، وهي او اللي احنا يعني مهمة للتيتشرز في العملية التعليمية. انا هختار اي جروب هنشئها لتلاميذي، يعني مثلا انا هنا عاملة جروب لتلاميذي اسمها قلفاو برايمري. هفتح الجروب دي، هنستنى لحد ما اتحمل عند حضراتكم. مش عارفة الصورة بتتأخر شوية. هذه فتحت معانا الجروب. في الجزئية اللي فوق خالص اللي فيها الاسم ده انا اقدر اضغط عليها واعمل من القلم تعديل للاسم زي ما شفنا في المرة السابقة، وكمان اقدر اضيف مشاركين، واقدر ان انا
ادعو اشخاص للجروب، واقدر ان انا اضيف الاشخاص القريبين مني. الجزئية الاولانية اللي هي add participant، لو ضغطت عليها طبعا يعني هتظهر لي الكونتاكتس بتاعتي، واقدر ان انا اضيف زي ما عملنا المرة السابقة. الانفايت دي هنا بيقول لي ادعو الاشخاص هنا هو using this link، ومديني رابط هنا، هو لسه بيحمل عند حضراتكم. الرابط ده انا بعد ما اخده ككوبي ممكن ان انا ابعت اللينك ده، او يعني مش هاخده ككوبي، انا على طول راح اضغط، يعني هضغط مثلا على الواتساب فهيتبعت في الواتساب، هضغط على الماسنجر هيتبعت في الماسنجر، او بالميل او بالاوتلوك او من الثلاث نقط هيديني خيارات تانية اقدر ابعت الرابط ده. طيب انا مش عايزة ابعت الرابط ده، فباجي من فوق هنا عندي الكيو ار كود، فادي الكيو ار كود بتاعي اهو، وببعت الصورة دي لاي شخص، وعن طريقه بيقدر يعمل سكان للكيو ار كود ده اللي ظاهر معايا ويلتحق عندي بالجروب. يعني ممكن ان انا ابعت الرابط ده طبعا لطلابي على مجموعة، مثلا عاملة لهم مجموعة واتس، عاملة لهم مجموعة ماسنجر، عاملة لهم اي مجموعة، فانا ببعت الصورة دي لطلابي بحيث ان هم ايه يعملوا سكان للكيو ار كود. وعندي بعد كده الكود، عندي هنا ادي الكود هو مجهزهولي، مكون من ارقام، واقدر برضو ابعت الكود ده للجروب بتاع طلابي، وان هم عن طريق الكود ده يلتحقوا بالمجموعة بتاعتي. هنا add people nearby، لو ضغطنا عليها هنا برضو بيديني، لان انا عندي مشكلة هنا في الاعدادات، انا قافلة اللوكيشن، فحضرتك لو فاتح اللوكيشن فهيظهر على طول الموقع بتاعك، وبعد كده هيدور على البيبول او الاشخاص القريبين منك ويبعت لهم لوحدي هو دعوة للانضمام للجروب بتاعتنا. مديني بعد كده الرول بتاعي، انا دوري هنا ادمن، ان انا الادمن بتاعت المجموعة دي، وكمان في علامة الأوفيس جنب الصورة بتاعت البروفايل بتاعتي. وبعد كده هو عندي أولاد سليم إنجليش، دي أنا كنت ضايفاها للجروب. وكمان هنا عندي أسماء ناس أنا كنت ضايفاهم للجروب، بس الناس دول ما عندهمش كايزالة، عن طريق كلمة invite أنا ممكن أبعت لهم دعوة عن طريق الرسالة لكايزلا. نيجي بعد كده بعد ما أنشأنا الجروب بتاعتنا دي خلاص وضفنا الطلبة بتوعي، هبدأ بعد كده أشوف الإمكانيات الروعة اللي ممكن أي مدرس يستخدمها في العملية التعليمية بتاعته. أول إمكانية عندي هنا على اليمين إن أنا ممكن أعمل تسجيل لرسالة، مثلا هنا بيقولي لتسجيل الصوت لازم تسمح له طبعا بالوجود بالوصول للجهاز بتاعك، فبعمل له متابعة بيديني هل تريد ان هو يوصل للوسائط، بعمل له طبعا سماح. بعد كده هل تريد لكايزلا ان هو يسجل صوتك، بديله طبعا سماح، طبعا ده عشان انا هسجل الصوت للمرة الاولى، ادينا هو بسجل زي ما بسجل بالضبط في الواتس العادي. خلاص بعد كده علامة الكاميرا دي لو أنا فتحتها بقدر إن أنا أشير أي صورة أنا مخزناها عندي للتلاميذ بتوعي، والهابي فيس ده إن أنا أقدر أبعت أي إيموجي أو أشكال يعني لتلاميذي، وهنا في التايب مسج أقدر إن أنا أعمل أي رسالة وأبعتها لطلاب. لحد كده طبعا احنا شباب الواتساب. نيجي للجزئية الفعلا يعني مميزة في كايزلا، وهي علامة المشبك دي او ارسال المرفقات. ايه اللي انا ممكن اعمله على كايزلا؟ لما ضغطت على علامة المشبك دي اتفتحت لي الاكشنز اللي انا ممكن اعملها على كايزلا. اول اكشن من على اليسار اللي هو الانونسمنت أو الإعلان. يعني أنا مثلا يوم الأربعاء إن شاء الله هعمل امتحان للطلبة بتوعي،
فباجي هنا بيقول لي التايتل ريكوايرد، يعني مطلوب لازم اكتب التايتل. هكتب لهم هنا اهو في التايتل مثلا امتحان شهر، يناير. خلاص بعد كده في الديسكريبشن الوصف بتاع الامتحان هكتب لهم امتحان قصير مثلا. وبعد كده لو عايزة اضيف صورة للامتحان بتاعي ممكن ان انا اضيفها من علامة الزائد دي، وبعد كده بروح عملالها ايه سند. كده ادي وصلت الانونسمنت او الاعلان للطلبة بتوعي، يعرفوا ان في امتحان، ولو حابة طبعا كنت اضيف صورة اضيفها. الطلبة بتوعي يقدروا يعملوا ايه بالاعلان ده؟ يقدروا يشاركوه من علامة المشاركة دي اللي زي السبعة، السبعة يعني مايلة الناحية التانية اللي هي زي اكبر من، ويقدروا كمان يعلقوا على الامتحان ده هنا، يكتبوا اي تعليق، ويقدروا بعد كده ان هم كمان يعملوا لي لايك للانونسمنت ده. نيجي للمشبك مرة تانية، عندي الجوب او الوظيفة. الجوب هنا بيقول لي برضو اعمل ديسكريبشن ايه الوظيفة اللي انا طلباهم منهم. طلباهم منهم مثلا مذاكرة الوحدة الثالثة، مذاكرة الوحدة الثالثة. خلاص طيب عايزاهم يذاكروها في تاريخ معين، يعني مثلا هنا هو مديني افتراضا يوم 18 ديسمبر الجمعة، ومديني الساعة 11:59 دقيقة. انا لا عايزة اغير في الديت، بضغط على فرايداي، دي ظهرت لي الكالندر وببدأ من خلالها ان انا اغير اليوم، عايزاه مثلا يوم 21 وببدأ اعمل له ست. خلاص هنا ظهرت 21 اتغيرت. التايم كمان عايزة اغيره، ممكن احرك الساعة زي ما انا عايزة، وبعد ما بحركها برضو بعمل لها ايه ست. لو ما عجبتنيش الساعة اللي انا حركتها دي انا ممكن اني اعمل لها كلير، يعني امسحها واعمل ارجع للوقت اللي هو الافتراض اللي كان مديهوني، وبعد كده ممكن اضغط عليه مرة تانية واعمل ساعة من اول وجديد. طبعا بعد كده الساين تو مين، يعني انا بعت المهمه دي لمين. فهنا مثلا هختار اولاد سليم انجليش، دي اتبعتت لها خلاص المهمه. لو انا عايزه ادور على ناس تاني فمثلا هدور هنا، هكتب ميسا وهعمل له هنا ايه دان. خلاص فهو ارسل لي المهمه دي لميسا. بعد كده في السيتنج دي هيا بيقول لي هنا النتائج اللي هتوصلني او الفيدباكس اللي هتوصلني من طلابي. عايز النتائج بتاعت الوظيفة دي او المهمة دي مين يشوفها؟ انت بس. لو انا عايزة only me يبقى هنشط المربع اللي على الجنب ده وهخليه في علامة الصح. وبعد كده بعد ما خلصت بعمل كلمة send. خلاص هنا بيقول لي ظهر لي رسالة please assign job to at least one member، عايزني ان انا اعمل تحديد هنا لعضو من الاعضاء اللي عندي في الكونتاكتس. فانا مثلا كنا من الكونتاكتس عاملين رشا، ولان انا مش متذكرة الكونتاكتس اللي كانوا موجودين في عندي هنا في البتاعة دي اللي احنا عملناها في الجروب، انا مش متذكرهم صراحة، عشان كده مش راضي يجيب لي الاسم. لكن حضرتك طبعا طلابك هتكون حافظ اسمائهم وهتجيبهم بالاسم، وعشان كده هيقبل الوظيفة. نيجي بعد كده لليتس ميت او الاجتماع. حضرتك عايز تعمل اجتماع بطلابك، فمثلا هتكتب لهم في التايتل هنا اجتماع بخصوص، اجتماع خاص مثلا، والديت او التايم برضو هتغيره زي ما شفنا من شوية، ومدة الاجتماع 30 دقيقة. بس حضرتك لو حابب تزود او تنقص فمن الجزئية دي. وبعد كده البليس اوبشنال، مكان الاجتماع هتجتمعوا فين. فانا ممكن طبعا هي مش يعني مش اختيار مش اجباري، هي اختياري.
بس هنا بيطلب مني ان انا اسمح لجوجل ان هو يعرف الموقع الجغرافي بتاعي، فانا ممكن اقول له حسنا، ممكن اقول له لا شكرا براحتي، وممكن اضيف هنا مكان للاجتماع. بعد كده برضو الاجنده او الاعمال اللي هي هتتم في الاجتماع ده، دي برضو اوبشنال، يعني ممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش. وبعد كده في الاعدادات برضو الريزلت بيقول لي حابه ان انت بس اللي تشوفي نتائج الاجتماع ده، انا ممكن انشطها وممكن طبعا اسيب باقي الاعضاء كلهم ان هم يشوفوا النتائج. وبعد كده بعملها ايه، سند. خلاص نرجع مره تانية للمشبك ده، وعندي الكويك بول وده الاستطلاع راي سريع. انا مثلا عايزه اعمل استطلاع راي سريع لاولياء الامور، هقول لهم هنا ما رايكم في منهج كونكت. خلاص، وهكتب لهم الاختيار الاول ان هو ممتع، وهكتب لهم الخيار الثاني ان هو صعب، وممكن لو عايزة اضيف خيارات من علامة الزائد هنا هكتب لهم مثلا ان هو مفيد. بعد كده هعمل سند، طبعا ظهر لي استطلاع الرأي ده. طيب عندي بعد كده اللي هي فوتو وذ لوكيشن، صورة ابعتها لطلابي بالموقع بتاعي، وهنا طبعا المشكلة نفسها ان هو محتاج الموقع. بعد كده لو انا دول عندي هنا، هو في اخر حاجة عندي هنا في السيرفي او البحث المسح، لو انا عايزة اعمل سيرفي او استبيان باجي هنا في السيرفي تايتل وبكتب مثلا انا هعمل استبيان عن ايه، عن سهولة اللغة الإنجليزية أو مادة اللغة الإنجليزية. خلاص، وهنا طبعا وصف السيرفي ده اوبشنال، يعني اختياري، ممكن أعمله وممكن ما أعملهوش. عندي فوق هنا كلمة next، بضغط عليها بيجيب لي الحاجة اللي بعد كده. بيطلب مني هنا add a cover image، لو أنا حابة إن أنا أعمل للسيرفي بتاعي صورة، ف بختار مثلا هنا من المعرض بتاعي بختار الصورة دي وبعمل له تم. خلاص هذا الاستبيان اتعملت فيه صورة. كمان هنا مديني add question علشان الاستبيان بتاعي يبقى استبيان، يعني لازم تبقى فيه أسئلة، فبضغط على add question اتفتحت لي كل أنواع الأسئلة دي. يعني مثلا هنا عندي multiple choice أو الاختيار من متعدد، بضغط عليه بيديني السؤال هنا، فبكتب السؤال وبعد كده الخيار الأول، بعد كده الخيار الثاني، ولو عايزة أضيف أسئلة تانية بضيفها. كمان هنا في السيتنج بيقول لي عايزة تخلي السؤال ده اختياري، لو أنا عايزة أخليه اختياري بنشط السهم ده، لو إجباري فمش بنشط السهم. الشيء الثاني بيقول لي يا ترى هتسمحي بأكثر من إجابة، يعني أنا عايزة الطالب مثلا يختار إجابتين، فلو هنشط ده يبقى مسموح بأكثر من إجابة، لو مش هنشطه يبقى خلاص كده إيه، هيكتفي الطالب بإجابة واحدة. خلصت بعمل كلمة ضن. لو عايزة أضيف بعد كده أسئلة مثلا تانية، فبفتح برضو add question، وعندي هنا دروب داون اللي هي الأسئلة المنسدلة، عندي التكست أسئلة نصية، وعندي الإيمج سؤال بصورة. يعني إيه سؤال بصورة؟ يعني مثلا أنا دلوقتي سأل الطالب بتاعي عن مثلا موقع معين وعايزاه يجاوب لي بخريطة مثلا، أو عايزاه يجاوب لي سأله مثلا عن حيوان معين وعايزة صورة للحيوان ده، يبقى هنا السؤال ده بتاع الايمج بطلب منه ان هو يبعت لي صورة للشخصية دي او للشيء اللي انا مثلا هكتب له اين تقع سوهاج، اوجد الخريطة.
وعايزه منه ان هو يجيب لي الخريطه بتاعه سوهاج. هنا في السيتنج برضو بيقول لي هعمله اوبشنال اختياري ولا اجباري، وكمان allow only camera. يعني ايه allow only camera؟ لو انا نشطت الجزئيه دي يبقى انا هسمح فقط بان الطالب يصور لي باستخدام الكاميرا بتاعته. يعني مثلا ما ينفعش ان هو يعمل لي فورورد مثلا للإجابة اللي مجاوبها زميله مثلا، لا ده بس يستخدم الكاميرا الشخصية بتاعته علشان يرفع لي الصورة. هنا restrict to single image، يعني ان انا هقيد الطالب بإيمج واحدة او صورة واحدة بس لو انا نشطتها، لو ما نشطتهاش يبقى الطالب ممكن ان هو يرفع لي اكثر من صورة. بعد ما بخلص بضغط على done، وبعد كده لو عايزة اضيف سؤال تاني هنا النمرك. النمرك ده اللي هو سؤال رقمي، يعني مثلا متى ولد رفاعة الطهطاوي؟ رفاعة الطهطاوي خلاص. هنا طبعا في صورة، لو انا عايزة عندي صورة مثلا رفاعة وانا عايزة ان انا في الإجابة في السؤال يعني إن أنا أضيف صورة رفاعة فبحملها. بعد كده برضو إن أنا أعمل السؤال ده اختياري أو مش اختياري. طبعا هنا عشان هو نومريك معنى كده إن الولد لازم هيجاوب لي بأرقام، يعني هيحط لي تاريخ الميلاد، ما ينفعش يحط لي كلمات، يعني ما ينفعش يحط لي كلمة سنة. لو حط لي كلمة سنة كذا مش هيقبلها، لا أرقام فقط، أنا مش عايزة غير أرقام فقط. إضافة سؤال برضو ممكن الفون نمبر، يعني أنا طالبة منه مثلا أكتب رقم هاتفك وعايزة رقم الموبايل بتاعه، لازم الأرقام اللي هيحطها تبقى زي رقم الموبايل، يعني ما ينفعش يحط لي مثلا رقمين أو ثلاث أرقام، لا لازم تكون رقم للموبايل. الديت هنا تاريخ برضو، لو أنا مثلا كتبت له نفس السؤال بتاع أين ولد متى ولد رفاعة، فلازم السؤال اللي هيحطه لي يكون تاريخ، يعني مثلا 2/3/2 شهر 3 السنة مثلا 1975 وهكذا، ان هو يتحط التاريخ ده السؤال اللي هو بتاع الديت. طبعا زي ما ملاحظين كل هنا طبعا علشان انا ما كتبت الشيء فهو بيقول لي هنا discard questions. لو انا لا يعني مش عايزه وعايزه اكمل واكتب السؤال فبقول له استي وبروح ابدا ان انا ايه اكمل السؤال واكتبه. لو انا لا مش عايزه خلاص اكتب السؤال ده فبروح بعمل له ليف وبغادر السؤال. بعد ما خلصت كده الاسئله بتاعتي بتاعت السيرفي بروح ضغط على نيكست، فبيديني هنا السيرفي اوبشنز وبيديني this survey has four questions، في اربع اسئله، وبيديني بعد كده الاسئله دي هي وخلصت. انا لو عايزه طبعا اعدل عليه، لو عايزه الغي، لو عايزه احذفه، في الاخر بروح عامله سمت خلاص السيرفي بتاعي وصل للتلاميذ بتوعي. طبعا التلاميذ بتوعي بيقدروا زي ما قلنا بيشاركوا السيرفي او بيعلقوا عليه او بيعملوا له لايك. بعد كده نرجع مرة تانية لعلامة المشبك، ودي زي ما قلنا من العلامات المهمة جدا. انا مش مكفيني كل الحاجات دي، الجوب والميتينج والاستطلاع الرأي والكلام ده كله، وعايزة اضيف مور اكشنز، يبقى بضغط هنا على اد مور اكشنز. لما ضغطت عليها جتني اكشنات زي ما احنا شايفين كتير جدا جدا. اقدر لما هنا طبعا الانونسمنت الاعلان موجود، عشان كده في على الجنب علامه الصح الزرقاء. اسك فور هيلب مش موجوده، فانا ممكن ان انا اضغط عليها ظهرت لي اسك فور هيلب ومديني هنا اد او تراي، يعني تجرب يعني تشوفها شغاله ازاي، ولا انت عايز تضيفها. لو عايز اضيفها يبقى هضغط على اد. زي ما احنا شايفين ظهرت علامه صح قصادها، ولما هنرجع للاكشنز بتاعي هنلاقيها موجوده. التاتس هنا نشوف تاني، عندي لعبه هنا
في الاوردر كارد برضو ان انا اقدر اني اضيفها، اعمل لها اد. في عندي هنا اللعبه، فين عندي اللعبه اسمها تيك تاك تو دي، لو انا عايزه اضيفها فبعمل لها اد. خلاص كده اضيفت. هرجع دلوقتي على العلامة المشبك بتوعي واشوف اللي انا اضفتهم. زي ما احنا شايفين ادي اضفت ask for help، واضفت الاوردر كارد، واضفت التيك تاك تو، واقدر من هنا ان انا اضيفهم لتلاميذي. ادي هفتح اللعبه، ظهرت لي اللعبه وبيقول لي هنا ميك يور فيرست موف، والتلاميذ بتوعي يقدروا ان هم يلعبوا اللعبه دي طبعا، واقدر استغل اللعبه دي في شيء تعليمي. بنرجع مرة تانية لعلامة المشبك، من خلالها أقدر إن أنا أفتح الجاليري أو المعرض بتاعي وأحمل عدد اللي أنا عايزاه من الصور. أقدر إن أنا أسجل لطلابي أوديو بصوتي وبعد كده أرفعه لهم، يعني مثلا عايزة أشرح لهم درس معين أو جزء من درس معين بسجله بالأوديو وبرفعه لهم. لا انا عايزه اسجل لهم فيديو، فمن الفيديو ده بقدر ان انا برضو ارفع لهم فيديو. وهنا الكونتاكت ان انا اقدر اوصل للاشخاص اللي عندي، وهنا اقدر ان انا ابعت وثائق للطلاب بتوعي. طبعا زي ما احنا شايفين التطبيق رائع جدا، لكل معلم يقدر ان هو يستخدمه مع طلابه بشكل كبير جدا. طبعا هنا السيرفي، هنا هنيجي نعمل تيك سيرفي، اتفتح هنا واداني ستارت، انا عايزه احله. فالسؤال الاول مثلا انا هختار، بيقول لي هنا في واحد من اربعه، وهختار انا الاجابه. مدين هنا أين تقع سوهاج، أوجد الخريطة. أنا ممكن إن أنا هنا أضغط على الكاميرا وبتتفتح الكاميرا وبدور على المستند وبعمل الخريطة بتاعة سوهاج. خلصنا كده. طبعا هو مش هيرضى يقبل غير لو أنا إيه صورت له شيء، فإحنا هنصور الجزء ده خلاص، وبعد كده بضغط بعمل له تم. هذه خريطة سوهاج واروح رفعها. بعد كده بيديني هنا متى ولد رفاعة الطهطاوي. احنا فاكرين كان السؤال ده تقريبا نمرك، يبقى انا هكتب له ارقام. خلاص بعد كده السؤال اللي بعديه انا مش عارفة ايه دي كانت، دي اللي هي الشهر واليوم والسنة. هختارها يوم 1 ديسمبر ويوم تيوزداي واعمل له ست 2020. طبعا انا لو عايزه اغير من هنا السنه، يعني مثلا لا عن رفاعة الطهطاوي، طبعا رفاعة الطهطاوي ما اتولدش سنه 2020، فانا بفضل من هنا بحرك السنه للامام ومن هنا بحركها للخلف. يعني ادي هنا هوا، هنرجع نوفمبر اكتوبر وهكذا لحد ما اقدر ان انا اوصل لليوم اللي انا ايه عاوزاه، وبعد كده بروح اعمل له ست. خلصت انا اجاباتي كلها، عملت الاجابات بتاعة الاربع اسئلة وبعمل له سبميت، وبكده انا اكون جاوبت على السيرفي. طبعا هنا بالنسبة للمنهج برضو لو أنا عايزة أقول رأيي فيه، فهنا بيقول لي المنهج ممتع ولا صعب ولا مفيد. فأنا مثلا بيقول لي هنا ما رأيكم في المنهج، أنا هعمل له لايك للسؤال وهعمل كومنت هنا مثلا، هكتب له سؤال جيد. مس أسماء الشاشة واقفة على الكالندر. وبعد كده بيقول لي my response، الاستجابة بتاعتك، لا انت لسه ما استجبتش للسؤال بعد. فبيقول لي هنا respond now، يعني عايز تستجيب دلوقتي، فانا بضغط عليها فطلع لي الاستجابة. انا شايفة ان المنهج صراحة ممتع وشايفة كمان ان هو مفيد، هعمل له الريسبوند خلاص هنا. بعد كده
طبعا هنا اداني الاستجابة بتاعتي انا بعد ما قلت ممتع، لا ده انا مش شايف ان هو ممتع، فباجي في الايديت هنا وممكن اغيرها واعملها ان هي مفيد براحتي، واعمل تاني للاستجابة. يعني انا اقدر ان انا اتحكم في الاستجابة بتاعتي واعملها ايديت. فاداني بعد كده الناس اللي استجابوا للبحث او للكويك بول بتاعي ده، فاداني هنا اني الناس ده اللي هم عددهم واحد اللي هو استجاب. طبعا الطلبة بتوعي مثلا لو 20 طالب استجابوا هيديني ان هم ايه 20 وهكذا. والاستجابة بتاعت الطالب ده كانت ان هو قال ان التطبيق ممتع طبعا، واللي قالوا ان التطبيق صعب عددهم كذا. يعني هو بيقدر ان هو يعمل لك عدد الناس اللي استجابوا، ويقدر كمان ان هو يدي لك بيانات دقيقة على اساس تستخدمها في الامتحان بتاعك او في الاستبيان او في الاستطلاع، ايا يكن اللي انت هتعمله في الحصة بتاعتك. طبعا بكده نكون خلصنا تقريبا اهم الاشياء اللي موجودة في كايزلا. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالتطبيق، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا.